نروح بقى نتعرف زي كل يوم مع حضراتكم على اخر اخبار الفرق الرياضيه بالنادي الاهلي والانشطه المختلفه مع زميلتنا العزيزه سالا حامد مراسله قناه الاهلي الموجوده دلوقتي في مقر النادي بالجزيره. سالا صباح الخير، انا وكريم نصبح عليكي وعايزين نعرف منك كده اخر اخبار النادي، اتفضلي. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، وصباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، ان شاء الله اليوم النهارده يكون مليان بالسعاده والتفاؤل علينا وعلى كل اللي بيتابعونا. خليني في البدايه اخدكم في جوله سريعه حول كل الاخبار والاجواء هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني درجه الحراره النهارده العظمى 24 والصغرى 14، ويمكن دي سبب عدم تواجد عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي داخل النادي. كمان انا شايفه في عدد من الاعضاء متواجدين بصحبه اولادهم عشان في تدريب صباحيه في مجمع حمامات السباحه لمواليد 2005 و2004، والتدريبات دي يعني بتبتدي من 5 الفجر حتى الساعه 9:10 الصبح. بالنسبه بقى للحاله المروريه، يعني الحاله المروريه في الاماكن القريبه من النادي الاهلي جيده، لكن وانا كنت جايه من ناحيه الهرم والدقي شارع مراد الحاله المروريه برده كانت تعتبر جيده، لكن كان في زحمه بسيطه. فبقول لاعضاء النادي الاهلي اللي حابب ان هو يجي ويعني يستمتع بالاجواء هنا في النادي في الفتره الصباحيه يجي، مفيش زحمه خالص في الاماكن القريبه من النادي الاهلي. بالنسبه بقى الأخبار المتعلقة بالأعضاء الجمعية العمومية واللجان في النادي الأهلي، يعني أمس أعلنت لجنة الشباب برئاسة الأستاذ أحمد حسام عوض عن برنامج تعليمي اسمه ستوك رايدرز، والبرنامج ده تحت إشراف البورصة المصرية، وهو عبارة عن برنامج لتعليم أعضاء النادي الأهلي أساسيات البورصة وكيفية تداول الأسهم وآليات البيع والشراء، يعني كل الأمور المتعلقة بالبورصة المصرية. يعني اليوم ده هيكون إن شاء الله 21 نوفمبر في قاعة فكرة أباظة في النادي من الساعة 1 الظهر حتى الساعة 5 العصر، وفي خلال 5 ساعات دول هيتم اختيار 5 من الأعضاء اللي هيكونوا متواجدين في البرنامج عشان ياخدوا شهادة معتمدة من البورصة المصرية. وكمان لجنة الشباب هتخصص لهم يوم إن هم يروحوا ويحضروا ويشوفوا هناك الأجواء في البورصة المصرية عاملة إزاي، وكمان يعرفوا معلومات أكتر ويستفادوا، يعني كل المعلومات هتكون برضو أكيد متعلقة بالبورصة المصرية. وأنا شايف إن دي خدمة مميزة وجميلة جدا من لجنة الشباب بالنادي الأهلي لأعضاء النادي، وبقول لأعضاء النادي الاهلي اللي حابب ان هو يجي ويشارك في البرنامج ده يجي يسجل بياناته كلها في مكتب العلاقات العامه في النادي الاهلي في جميع الفروع من النهارده حتى يوم 20 نوفمبر. هروح بقى لاخبار الفرق الرياضيه، وابتدي طبعا في الفريق الاول لكره القدم اللي هيكون في راحه سلبيه من التدريبات، وهيعود مرة أخرى للتدريبات يوم الثلاثاء. التجمع هيكون الساعة 2 والتدريب هيكون الساعة 3 استعدادا للفترة المقبلة اللي هتشهد استكمال بطولة كأس مصر. النادي الأهلي هيواجه أبو قير للأسمدة يوم 21 نوفمبر، وده هيكون ضمن منافسات دور الثمانية في بطولة كأس مصر. كمان خليني أطمن جماهير النادي الأهلي على المدافع محمد هاني اللي أصيب بجزع في الركبة خلال مشاركته في مباراة مصر وتوجو واللي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بنتيجة 1-0. محمد هاني الإصابة تعرض لها يعني بسيطة الحمد لله، بطمن جماهير النادي الأهلي وإن شاء الله هيلحق المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، يعني بنسبة كبيرة إن شاء الله هيلحق المباراة. كمان بدر بنون هيشارك في التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، وطاهر محمد طاهر هيشارك في التدريبات الجماعية خلال 10 أيام بعد ما يتعافى من الإصابة اللي تعرض لها في معسكر المنتخب. الإصابة كانت في العضلة الأمامية، وهو حاليا بينفذ برنامج علاجي وتأهيلي حطه له الجهاز الطبي، وفي خلال 10 أيام هيعود إن شاء الله للتدريبات الجماعية. هروح بقى لاخبار الفرق الرياضيه، والنهارده يعني نهاوند في مباريات كتيره جدا. النهارده بنات اليد 2002 هيواجهوا اصحاب الجياده على صاله الامير عبد الله فيصل، والمباراه دي هتكون الساعه 4. كمان النهارده بنات اليد 2006 هيواجهوا اولمبياد دمياط على صاله دمياط، والمباراه دي هتكون الساعه 3 في بطوله الجمهوريه. وبنات الطايره 14 سنه هيواجهوا هيليو ليدو على صاله الشهداء، والمباراه دي هتكون الساعه 8، وبرده المباراة يعني هتكون في بطولة منطقة القاهرة. اما بقى بالنسبه للفريق الشباب لكره اليد مواليد 2000 هيواجهوا المعادي على صاله مركز الاولمبي بالمعادي، والمباراه دي هتكون النهارده ان شاء الله الساعه 6 في دوري المرتبط. واخيرا فريق الشباب لكره الطايره 15 سنه هيواجه الجيش على ملعب صاله المقاولين ان شاء الله النهارده، وبرده البطوله دي هتكون بطوله منطقه القاهره. استكمالا بقى للاخبار الفرق الرياضيه، يعني خليني اقول لكم مواعيد تدريبات الفرق الرياضيه النهارده في النادي الاهلي. السيدات طايره النهارده التدريب هيكون الساعه 6 مساء، واليد سيدات النهارده هيكون الساعه 5:30، بس المره دي هيكون على ملعب الترتان مش في الصاله عشان يعودوا نفسهم على الاجواء
اللي هتكون في مباراه المعادي بكره ان شاء الله، لان برضو المباراه هتقام على ملعب ترتان. وبنات فريق الاول كره السله بنات النهارده التدريب هيكون الساعه 7 استعدادا للمباراه النهائيه في بطوله منطقه القاهره واللي هيواجهوا فيها نادي الجزيره. اما بقى بالنسبه بقى للفريق الاول لكره السله رجال، النهارده التدريب هيبتدي الساعه 12 للساعه 1 ساعه في الجيم، وبعد كده من الساعه 1 للساعه 3 التدريب هيكون في الصاله. والفريق الاول لكره اليد النهارده التدريب هيكون الساعه 6، والفريق الاول لكره اليد رجال طايره عفوا الفريق الاول لكره طايره رجال النهارده التدريب هيكون الساعه 8 مساء في مقر النادي الاهلي بالجزيره. دي كانت ابرز الاخبار والاجواء هنا في الفتره الصباحيه في النادي الاهلي، والان العوده للاستوديو. احنا بنشكرك جدا على التغطيه الرائعه دي لاخبار النادي الاهلي يا سهله، شكرا ليكي.